يا مساء الخير، وبدايه كل التحيه لكل اهلاويه يبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم. قبل الكلام في اي شيء، وحلقه النهارده الحقيقه عندنا فيها موضوعات كثيره جدا، وان شاء الله هتكون حلقه ممتعه وفيها كثير من الاخبار طبعا متعلقه بالنادي الاهلي بشكل مباشر. بس الحقيقه انا حابب ابتدي بدايه بعيده تماما عن كره القدم، وان كان ليها طبعا ارتباط بشكل مباشر بالوسط الرياضي والاداره الرياضيه. زمان اساتذتنا في اللغه العربيه كانوا دايما يقولوا لنا ان التضاد بيبرز المعنى ويوضحه، واللي بينطبق على اللغه العربيه ينطبق ايضا على الاداره الرياضيه. امبارح في حلقه امبارح اللي تابعنا في سادسه كنا استضفنا المدير الفني الكبير كلود دوروا، واحد من المديرين الفنيين لاصحاب البصمات الكبيره جدا في الكره الافريقيه. ويمكن بدايه كلامي معاه كان عن ازمه حصلت في فرنسا بسبب تصريحات رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي فيما يتعلق بزين الدين زيدان نويل لوغرا. ده نويل لوغرا او نويل لوغراي رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي. النهارده بعد يمكن اقل من 24 ساعه من كلامي مع كلود لوروا على خلفيه الازمه التصريحات دي، تمت اقاله رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي على خلفيه تصريحاته اللي ضد زين الدين زيدان. زين الدين زيدان في فرنسا بيعتبروه اسطوره كره القدم الفرنسيه. الراجل قال ايه على في كلامه على او في تصريحاته ضد زيدان لما كانوا بيسالوه، لانه بعد خساره فرنسا اللقب كاس العالم كان كلام كتير جدا على انه يجب ان تكون نهايه مرحله ديدييه ديشان المدير الفني الحالي للمنتخب فرنسا واللي قادها بالفعل لقب كاس العالم 2018، وكانت كل الترشيحات والرغبات بتامل في ان يتولى زين الدين زيدان المسؤوليه، مسؤوليه مدير فني منتخب فرنسا. ففي واحد من الحوارات الاذاعيه مع نويل لوغرا او لوغرايه كلموه على قصه زيدان وانه ممكن يتولى مسؤوليه المنتخب الفرنسي، فالراجل قال ايه؟ الراجل قال انه انا مش مهتم، ما تفرقش معايا، ان شاء الله حتى يتولى مسؤوليه المنتخب البرازيلي او على المجموعه من الصحفيين انها تشتغل وتجيب له عقد انه يدرب فيه فريق. دي كانت تصريحات نويل لوغرايه، اللي بالمناسبه الراجل اعتذر عنها وابدى احترامه الشديد جدا لاسم زين الدين زيدان. على خلفيه التصريحات دي بس مش اكتر ولا اقل، ورغم اعتذار الراجل الا انه تمت اقالته، ونالت تصريحاته ردود افعال عنيفه جدا سواء في فرنسا او حتى في اسبانيا اللي كانت تجربه زين الدين زيدان فيها كانت ناجحه جدا سواء كلاعب او كان كمدرب. وزيدان بالمناسبه تلقى عروض كتيره جدا لتولي مسؤوليه مدير فني لمنتخبات كبيره جدا، منها برازيل ومنها البرتغال. انا بس حبيت اوضح لكم الفارق، السقطه التي ادت لاقاله رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي ما كانتش في يوم من الايام خرقه للوائح ولا تفضيله لانديه على حساب انديه اخرى، ولا انه يخبي جوابات او يخبي مستندات، ولا انه يقول تصريحات غير مسؤوله متعلقه بمصير الانديه في فرنسا. فرنسا اللي تعتبر قوه عظمى في كره القدم، فرنسا اللي حملت لقب كاس العالم مرتين وبتمتلك تاني اكبر عدد من اللاعبين المحترفين على مستوى الكوكب كله. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ندخل فيه تفاصيل حلقتنا. مروان عطيه اهلاوي، ثالث صفقات النادي الاهلي بعد صفقتي خالد عبد الفتاح ومحمد ضوي كريستو، اضافه بالتاكيد لخط نص النادي الاهلي. كلام كتير لكن في النهايه الاهلي بيخلص، وانضم بالفعل مروان لتدريبات النادي الاهلي. احنا بنتكلم طبعا على 24 ساعه بتفصلنا عن مباراه بكره صعبه طبعا. دي تمرينه النهارده كانت تمرينه صباحيه، وظهر فيها طبعا مروان عطيه زي ما حضراتكم شايفين في الكادر مع نجوم النادي الاهلي، فخري، عبد القادر، ربيعه، كريستو، وده طبعا مروان عطيه. اضافه زي ما قلت لخط النص، اللعيب الحقيقه خط نص عصري، وبالتاكيد مشاركته مش هتكون سهله. يعني احنا بنتكلم دايما عن انه خط نص النادي الاهلي خط يمكن من اقوى خطوط النص على مستوى قاره افريقيا، وبالتالي وجوده مع السوليه ومع حمدي فتحي ومع اليو ديانج هيكون اضافه قويه جدا ودعم كبير جدا لخط نص النادي الاهلي. استقبال لعيبه الاهلي النهارده لمروان عطيه، طبعا اللاعب الاهلي الجديد اللي بيحقق حلمه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يكون قد التحدي وقد المسؤوليه وقد احلام جماهير النادي الاهلي اللي سعيده الحقيقه. تقدر تقول انطباعات الجماهير عن الثلاث صفقات انه في احساس ب يعني الراحه والاطمئنان بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله يظهروا ما يظهروش في ماتش بكره. اعتقد انه
ده قرار مستر كولر، لكن اعتقد انه هيكون الى حد كبير صعب المغامره بيهم، لكن من الوارد وليه لا، يعني هنشوفهم بكره او مش هنشوفهم بكره، هم جاهزين ومتمرنين مع الفريق، واعتقد انه بما انك في وسط موسم فالكيرف او الحاله الفنيه ليهم هتكون جيده، لكن مدى يعني انسجامهم، مدى استيعابهم لفكر مستر كولر، انسجامهم مع زمايلهم، دي حاجه يحسمها مستر كولر بناء على تمرينه النهارده، وهي التمرينه الاخيره ان شاء الله قبل التوجه لاسكندريه عشان نلعب مع المصري في برج العرب. خليني اكلمكم كمان على كهربا. كهربا مبدئيا كده يعني على ترانسفير ماركت تم رفع الايقاف، طبعا رسميا الاهلي في انتظار رد رسمي من اتحاد الكره اللي من ناحيته خاطب الفيفا عشان يعرف موقف كهربا اللي تم رفع الايقاف عنه ب يعني وصلنا لتاريخ 11 يناير، الايقاف كان في 11 يونيو 2022 لمده 6 اشهر، وبالتالي تم رفع الايقاف عن كهربا زي ما احنا تاكدنا كمان من خلال موقع ترانسفير ماركت، ومن حق كهربا المشاركه يشارك او ما يشاركش، دي قصه ترجع لمستر مارسيل كولر، وفي النهايه طبعا الاهلي مش هياخد الخطوه دي الا لما يتم مخاطبته رسميا للرد على طلبه للاستفسار على موقف كهربا من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. طيب ايه تاني عندنا جديد؟ خلينا نتكلم على حقوق الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. والاهلي فوض شركه الاهلي لكره القدم طبعا برئاسه المهندس عدلي القيعي فيما يتعلق طبعا بحقوق النادي وكيفيه استثمارها والاستفاده منها من خلال مشاركه الاهلي في مونديال الانديه اللي هيبدا ان شاء الله باذن الله مشوار الاهلي في يوم 1 فبراير. فاصل ونرجع لحضراتكم. القصه دايما مرتبطه بالارقام وبالاعداد، واعتقد انه مقارنه بالاعداد دي حتى لو اتكلمنا على مستوى قاره افريقيا فمصر تستحق الحقيقه عدد محترفين اكبر بكتير الحقيقه من المتواجدين في ملاعب اوروبا، وتعالوا ناخد جوله مع محترفينا في الخارج لتقدر تقول اجمالا ان الاسبوع ده كان اسبوع موفق للمحترفين المصريين سواء على مستوى المشاركه او على مستوى الفاعليه والتاثير. البدايه مع انجلترا، وبما ان احنا في انجلترا يبقى مو صلاح في مقدمه محترفينا في الخارج، لاعب ليفربول طبعا شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي تعادل فيها امام وولفرهامبتون بنتيجه 2-2 في مسابقه الكاس، شارك لمده 85 دقيقه، سجل هدف واحد من الاثنين اللي سجلهم ليفربول، كان ليه محاولتين على المرمى، لمس الكره 46 خسرها 15، مراوغات 4 ما نجحش في ولا واحده، تمريرات 27 بنسبه دقه 81%، والكي باسز 2، والتقييم في المشاركه دي 7/10. محمد صلاح من ليفربول، ونروح للندن وتحديدا ارسنال مع الجانرز نجمنا المصري محمد النني. النني بيشارك في ماتش ارسنال الاخير واللي فاز فيه ارسنال على اوكسفورد بنتيجه 3-0 في كاس الاتحاد الانجليزي. النني شارك لمده 90 دقيقه وسجل واحد من الثلاث اهداف اللي سجلهم الجانرز، لمس الكره 61 مره وخسرها 5 مرات، 56 تمريره عدد تمريراته بنسبه دقه 91%، وانقاذ وحيد لفرصه في المباراه، وتقييمه في المباراه 7.4 درجه من 10 درجات. عوده لنني بعد ما كان في كلام طبعا على رحيله في الميركاتو الشتوي لاستون فيلا، وما زالت المفاوضات قائمه ورغبه اوناي امري في تمسكه بضم النجم المصري قائمه لغايه اللحظه. نروح لسام مورسي ابسويتش تاون، شارك في تعادل فرقته امام لينكلن بنتيجه 1-1، شارك لمده 90 دقيقه كامله، لمس الكره 88 مره وخسرها 15 مره، تمريراته 71 بنسبه دقه 87%، ثلاث تمريرات مفتاحيه، ثلاث تصويبات على المرمى، انقاذ لفرصتين، وتقييمه 7.4 درجه، وابسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث في جدول الليج 1. طبعا حافين بريمير ليج تشامبيونشيب وبعدين الليج 1 اللي بيلعب فيها سام مورسي. من انجلترا نروح فرنسا والمحترف المصري الوحيد في الملاعب الفرنسيه وتحديدا في نونت الفرنسي مصطفى محمد. مصطفى محمد شارك في فوز نونت على فيرواس بنتيجه 2-0 في كاس فرنسا، شارك او لعب 72 دقيقه من عمر المباراه وسجل هدف من الهدفين اللي سجلهم فريق نونت، لمس الكره 19 مره خسرها 5 مرات، تمريرات 15 تمريره بنسبه دقه 73%، التحامات الهوائيه 4 نجح في 3 منهم، وتقييمه في المباراه 7.2 درجه. تركيا، والبدايه طبعا مع تريزيجيه اللاعب المصري المحترف في ترابزونسبور. فوز عريض حققه ترابزونسبور الاسبوع ده
شارك فيه محمود حسن تريزيجيه، او انا اسف خساره عريضه تعرض ليها ترابزون سبور بنتيجه 5-0 امام الانيا سبور، وشارك محمود حسن تريزيجيه كاساسي لعب 90 دقيقه من عمر المباراه، كان ليه محاولتين على المرمى، لمس الكره 72 مره وخسرها 16 مره، 49 تمريره بنسبه دقه 90%، والتمريرات المفتاحيه 2، 5 مراوغات نجح في واحده منهم، وتقييمه في المباراه 6.3 درجه. وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز السادس في الدوري التركي برصيد 29 نقطه. احمد حسن كوكا المحترف في الدوري التركي وتحديدا في الانيا سبور، اللي شارك طبعا في مع فرقته في الفوز على فريق تريزيجيه بنتيجه 5-0، شارك لمده 66 دقيقه، احرز هدفين من 5 اهداف اللي احرزتهم فرقته، لمس الكره 34 مره، خسرها 12 مره، 21 تمريره بنسبه دقه 76%، والتقييم 8.1 درجه. والانيا سبور حاليا بيحتل المركز الثامن. خليني اقول لكم الاسبوع ده شهد ضم احمد حسن كوكا للتشكيله المثاليه للجوله دي في الدوري التركي. من تركيا هنروح للمملكة العربية السعودية، وتحديدا أحمد حجازي نجم اتحاد جدة اللي شارك في تعادل فريقه أمام الشباب بنتيجة 1-1، مدة مشاركته كانت 90 دقيقة كاملة، أحرز هدف فريقه الوحيد، لمس الكرة 66 مرة وخسرها 9 مرات، كان ليه 3 محاولات لإنقاذ فرص ناجحة في المباراة، التحامات هوائية مرة وحيدة نجح فيها بنسبة 100%، ارتكب خطأ وحيد، مراوغات واحدة بنسبة نجاح 100%، والتمريرات 57 بنسبة دقة 86%، تقييمه الأسبوع ده خد 7.2 درجة، واتحاد جدة بيحتل حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق النصر طبعا السعودي. طيب من محترفينا ومن فقرة الجي بي اس خلينا نروح للبرتغال وتحديدا مع فيليبي بيدرو المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونه، هو تولى تدريب فريق الشباب لفتره طويله ثم بعد كده تولى تدريب فريق سبورتنج لشبونه بي، هيكون ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا شكرا على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. Hello. First I want to thank you. مرحبا، في بداية الأمر أود أن أشكركم وأبدي سروري على استضافتي على قناتكم وإتاحة الفرصة لي لإبداء آرائي بخصوص العديد من الأمور، وتحياتي لكل الجماهير المصرية خصوصا جماهير الأهلي في مصر. أنا سعيد لتواجدي معكم. شرف لينا وجودك معنا، وخليني أبدأ بملف الصفقات والانتقالات لاثنين الحقيقة من أكبر نجوم الكرة البرتغالية، سواء في الماضي طبعا مرحلة طويلة كان فيها كريستيانو رونالدو ملك متوج، وأيضا جوهرة البرتغال الحالية جواو فيليكس اللي انتقل من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لتشيلسي الإنجليزي. خليني أبدأ مع فيليكس بما أنه هو بيمثل مستقبل الكرة البرتغالية، شايف الخطوة دي إزاي وشايف حجم الاستفادة اللي ممكن تكون موجودة أو تعود على نجم طبعا مبشر جدا بحجم وبقدرات جواو فيليكس مع مشاركته مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي؟ بالنسبة لجواو فيليكس أعتقد أن الجميع يعرف أن جواو فيليكس أو أن أتلتيكو مدريد قد سيفقد جواو فيليكس كثيرا، وأعتقد أنه سيستفيد كثيرا من انتقاله لتشيلسي، وأعتقد أن انتقال جواو فيليكس من البرتغال من بنفيكا كان أمر مفيد لأتلتيكو مدريد في بداية الأمر. هو لم يظهر كل ما لديه في إسبانيا، وبالنسبة له في هذه اللحظة أعتقد أنه سيستفيد كثيرا، وخصوصا أن دييغو سيميوني لم يستطع أن يظهر كل ما لدى جواو فيليكس. أعتقد أنه تعامل جيدا مع اللاعبين والجماهير، ولكن فرصته ستكون أكبر بالنسبة لانتقاله لتشيلسي. هذا الأمر يحدث مع كثير من اللاعبين، ولكن السؤال هو توقيت الانتقال. الأمر لم يكن سهلا، هل كان طبيعيا أن ينتقل جواو في هذا التوقيت وأن يتركه أتلتيكو مدريد؟
حينما انتقل أتلتيكو مدريد كان يوجد الكثير من الأندية التي ترغب فيه، والآن يوجد الكثير من الأندية بالفعل في أوروبا والدوري الإنجليزي ترغب فيه جواو فيليكس. حينما تقوم بعملية انتقال كهذه فيجب على النادي أن يعرف ويركز ماذا فقد بالتحديد. فالنادي سيفقد لاعب كبير كجواو فيليكس، ولكن في النهاية أعتقد الأمر كان صعبا على جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد أن يظهر مهارته ويظهر كل ما لديه في إسبانيا. ربما الأمر يختلف في تشيلسي، ربما. وبالنسبة لي فالأرسنال أو مانشستر سيتي سيكون الخيار الأفضل بعد هذه الستة أشهر بالنسبة لجواو فيليكس. أستطيع أن أقول أنه في هذه اللحظة ستكون لحظات جيدة لجواو فيليكس في إسبانيا وفي إنجلترا. بالتأكيد يمكن جواو فيليكس واحد من أكثر المواهب الشابة اللي لفتت الأنظار في السنوات الأخيرة، ويستحق أنه ينضم لنادي أكبر من أتلتيكو مدريد، لكن هو يمكن اختبار كبير ليه لأنه تشيلسي بيمر بظروف يمكن تكون صعبة، والمنافسة في الدوري الإنجليزي بالتأكيد تختلف عن الدوري الأسباني. طب خليني أخذك لصفقة كريستيانو رونالدو، وإزاي شفت مفاجأة موافقته على الانتقال للدوري السعودي وتحديدا لنادي النصر، وشايف قدرة رونالدو على النجاح في تجربته الجديدة؟ نعم، كريستيانو رونالدو هو في نهاية المطاف بالنسبة له. أعتقد أن كريستيانو رونالدو كما يعرف الجميع قد أدى بشكل ممتاز في إسبانيا، قد أدى بشكل ممتاز في إنجلترا، ولكن هذا الانتقال لم يكن مميزا، حيث أن كريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة لم يكن في أحسن حال، وهذا الموسم كان صعبا على كريستيانو رونالدو. لنعرف الأسباب، كانت الظروف المحيطة به لم تكن في أحسن حال، وهذا يحدث للاعبين الكبار بطبيعة الحال. أعتقد أن هذه هي المرحلة المناسبة لكريستيانو رونالدو، لا تستطيع أن تكون في أعلى مستوياتك دائما، هذه طبيعة الحال. لكن بما أنك أنت كنت واحد من المسؤولين عن فريق سبورتنج لشبونة، يعني خليني أسألك، وده حصل وتكرر على مدار تاريخ كبير مع أكبر الأسماء، يمكن في أسماء كتيرة جدا قررت أنها تنهي مشوارها في الأندية اللي بدأت فيها، ما كانش في رغبة لدى المسؤولين في سبورتنج لشبونة ولدى جماهير سبورتنج لشبونة انه بما انه رونالدو قرر الرحيل عن اليونايتد انه ينهي مشواره او تكون خطوته الاخيره ومحطته الاخيره هي نادي سبورتنج لشبونه، النادي اللي قدمه للعالم كله. نعم اكيد المسؤولين ربما ارادوا ذلك، ولكننا لا نعرف كيف سيكون الامر مع كريستيانو رونالدو اذا عاد لسبورتنج لشبونه. بالطبع الأمر لن يتعلق بالمال، والأمر لن يتعلق بقيمة التعاقد. وبالنسبة لنا لدينا العديد من اللاعبين الكبار، وستكون فرصة جيدة، ولكن الأمر الآن الأفضل لرونالدو لإظهار ما لديه. ربما مستوى المنافسة لن يكون مناسبا، ولكن بالطبع نرحب برونالدو اذا اراد ان يعود لسبورتنج لشبونه. خليني اخذك للمنتخب البرتغالي اللي يمكن بيضم عدد كبير جدا من الاسماء ومن النجوم، لكنه ما قدمش مردود جيد يتناسب يعني مع قدراته في بطوله كاس العالم الاخيره، ثم كان الاعلان عن انتهاء مرحله فرناندو سانتوس وتولي مسؤوليه المنتخب البرتغالي للمدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز. ازاي شفت الخطوه دي، وهل بترى انه مارتينيز قادر على اعاده المنتخب البرتغالي مره اخرى على منصات التتويج او المنافسه على الاقل على مستوى الالقاب؟ بالنسبه للبرتغال في كاس العالم الحالي كان الامر صعبا، وخصوصا امام المغرب. كنا المرشحين للتأهل بالفعل، ولكن الأمر كان صعبا كثيرا على منتخب البرتغال. نحن نأمل ونتوقع أن يكون الحال مختلف مع روبرتو مارتينيز، وبوجود روبرتو مارتينيز الآن على رأس قيادة الفريق، فأعتقد أن نأمل أن نكون محظوظين مع المدربين الأسبان.
humble and with, because I know a lot of Portuguese coaches and أنا أعرف الكثير عن سانتوس. كان مدربا متواضعا مع اللاعبين وكان يعامل اللاعبين باحترام، ولكن الأمر الآن اختلف بقيادة مختلفة لبيرتو مارتينيز. أنا أشعر أن روبرتو مارتينيز لديه الجودة والكفاءة العالية التي تمكنه من قيادة المنتخب البرتغالي. ليس الجميع سعداء بوجود روبرتو مارتينيز في البرتغال أتحدث، ولكن لنرى الفريق كيف سيكون الفريق معه، كيف يؤدي. أعتقد أنه سيؤدي بشكل جيد إذا اندمج مع اللاعبين بشكل سريع. لدينا فترة للمشاهد، سيكون الأمر صعبا على روبرتو مارتينيز في هذه الفترة، ولكني بشكل شخصي أتمنى له التوفيق وأتمنى أن يعيد المنتخب البرتغالي على مسار الفوز مرة أخرى. هل تعتقد أن المنتخب البرتغالي هيعاني في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو وافتقاد الفريق لنجم بحجم وبقدرة وبخبرة كريستيانو رونالدو ممكن يسبب هزة لمنتخب زي المنتخب البرتغالي؟ نحن نتحدث عن اعتزال أو ترك أكبر موهبة في العالم لمنتخب بلادها. ولكن إذا نظرت للمنتخب البرتغالي ستجد العديد من المواهب والأسماء الكبيرة. أعتقد أن المرحلة القادمة ستظهر لنا الكثير من الأسماء على مستوى الساحة البرتغالية والأوروبية. بالطبع لدينا برناردو سيلفا، لدينا أسماء كبيرة في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لم يتميزوا بالفعل في كأس العالم الحالي، ولكن لدينا العديد من اللاعبين الشباب والأسماء الكبيرة والكثير من المواهب الرائعة في البرتغال وخارجها. كما قلت أنت، هذا نهاية عهد، فبالتالي كريستيانو رونالدو قد انتهى عهده. الأمر كان مميزا ولكن الآن لم يعد كذلك. خليني أتفق معك يعني أنه في جزء كبير جدا من الجماهير اللي كانت متعاطفة أو بتشجع المنتخب البرتغالي كان ده بسبب وجود الظاهرة كريستيانو رونالدو. إزاي شفت التعامل مع رونالدو في بطولة كأس العالم؟ عدم مشاركته، تهميش دوره. كتير من عشاق رونالدو يعني شافوا أنه كان لابد من تكريم رونالدو على مشواره وعلى نجاحاته مع الكرة البرتغالية، وأنه ساهم في أنه يوصل بالمنتخب البرتغالي على الأقل تحقيق لقب اليورو. حسنا، رونالدو، لأقول شيئا، رونالدو لا يزال أسطورتنا. رونالدو من الصعب علينا كبرتغاليين أن نجد رمزا كرونالدو في المستقبل، وأن تحافظ على مكانتك هذه وتكون في المقدمة دائما. الأمر صعب أن تكون كلاينيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، الأمر صعب. فميسي على سبيل المثال هو موهبة نقية، تشعر أن ليونيل ميسي لا يبذل مجهودا، ولكن رونالدو بنى نفسه بنفسه. رونالدو لقد رأينا رونالدو وهو يجتهد وهو يبني هذا الجسد المثالي ويقوم بما يقوم به. رونالدو أسطورة حية، يذهب دائما كل يوم مهما كان العمر، يذهب إلى الصالة الرياضية ويقوم بالتمرينات مهما كان عمره. ولكن بالطبع هذه نهاية عصر. خليني أقف عند النقطة دي فيما يتعلق برونالدو، لأن الحقيقة يمكن في نجم بيقال أنه من نجوم الظل، بشوف واحد من أهم نجوم المنتخب البرتغالي والكرة البرتغالية عموما، ولكن يمكن مش واخد حقه من تسليط يعني الأضواء عليه بشكل كبير. بتكلم على لياو طبعا نجم الميلان، اللي اتقال انه في اهتمام بعدد كبير من الانديه الاوروبيه الكبيره مهتمه بالتعاقد معاه. هل بتشوف انه في جديد، وهل من الممكن انه ينتقل خلال الميركاتو الشتوي لواحد من الانديه الكبرى في اوروبا؟ Rafael Leão was my player when he was younger, when he
نعم أنا أعرف لياو منذ أن كان صغيرا، منذ أكثر من 15 عاما. كما ترى هو لاعب رائع، هو لاعب قادر على خلق الكثير من الفرص سواء بالتهديف وإنهاء الهجمات أو صناعة الأهداف. أعتقد أنه إذا رفض أن يمدد عقده مع الميلان سيكون أمرا منطقيا أن يذهب إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا. فيليبي بيدرو المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونة، بشكرك شكرا جزيلا طبعا على مشاركتك معنا في السادسة. فاصل ونرجع لكم في السادسة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. اللي بدأ معنا الحلقة أكيد تابع معنا قصة إقالة رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نويل لوجرا، وأنا يمكن اتكلمت في بداية الحلقة على الموضوع، ومش هدفي على الإطلاق فكرة المقارنة، إن أنا عملت مقارنة بين الكرة في فرنسا وكرة في مصر، أو بين منظومة وكيفية إدارة الكرة في فرنسا وإدارة الكرة في مصر، المقارنة هتكون قاسية جدا وجارحة جدا وظالمة جدا في نفس الوقت. لكن أنا هنا حبيت أوري لحضراتكم من خلال مثال بسيط جدا إزاي المنظومة بتشتغل. إحنا بنتكلم على رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسية اللي أخطأ في حق مش نادي ولا منتخب، ده أخطأ في حد شخص. يبقى صحيح انه اسم كبير في الكره الفرنسيه وبيمثل رمز وبيمثل اسطوره، ولكن حتى لما شرحت لكم تصريحاته اللي قالها في حواره الاذاعي واللي تعرض فيها لزين الدين زيدان ما كانش فيها اي اهانه ولا اي تجريح، يمكن كان فيها نوع من انواع الاستهانه باسم زين الدين زيدان، ورغم كده الراجل رجع واعتذر. لكن الراجل لم يخطئ باي شكل من الاشكال في حق اي نادي من الانديه الفرنسيه، ولا في حق اي منتخب من المنتخبات الفرنسيه، ولا في لحظه من اللحظات مثلا تم ضبطه باساءه استغلال منصبه او بكسره للقوانين او بكسره للوائح او بعدم انتمائه واهتمامه بالدفاع عن حقوق الانديه الفرنسيه في المسابقات الاوروبيه. وكل دي امثله ونماذج حصلت عندنا وحدث ولا حرج، ولا حد اتكلم ولا حد اتحرك ولا حد فكر حتى يحاسب مسؤول عن إهمال أو عن خطأ كان مقصود أو غير مقصود. عشان كده بس أنا حبيت أوضح لكم الناس دي بتشتغل إزاي وبتفكر إزاي، وإحنا هنا برضو بنشتغل إزاي وبنفكر إزاي. عندي كلام كتير على ميركاتو الأهلي، وعندي كلام كتير على الماتشات اللي جاية بداية من الماتش المصري، وبالتأكيد هيكون لينا وقفة مع الكرة العالمية. بيشرفني النهاردة في السادسة محلل الكرة العالمية أحمد مصطفى، نرحب بيه ونشكره طبعا بدايه على مشاركته ووجوده معانا. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، ومبسوط دايما ان انا ببقى معاك، ويعني ان شاء الله نقدم حلقه كبيره ان شاء الله باذن الله. خليني بدايه ابدا مع الاهلي. عندنا ماتش مهم بكره، الجماهير بتتابع لحظه بلحظه سيناريو التعاقدات وملف التعاقدات. الاهلي اعلن رسميا عن ضم ثلاث صفقات: خالد عبد الفتاح، ظهير ايمن سموحه، كريستو جناح النجم الساحلي، والنهارده تم الاعلان عن مروان عطيه لاعب خط وسط الاتحاد السكندري. كل دول طبعا سابقا نسور الاهلي حاليا. ازاي بتشوف الثلاث صفقات؟ لا طبعا تدعيمات مهمه جدا، اعتقد النادي الاهلي بحاجه لتدعيمات، كان باين جدا في الفتره اللي فاتت. اعتقد النادي الاهلي دعم المراكز اللي محتاجها. النادي الاهلي داخل على كاس العالم للانديه، ودي بطوله مهمه جدا. النادي الاهلي اكيد بيدخل كل البطولات من ضمنها حتى كاس العالم للانديه، بيبقى عايز ينافس على البطوله، مش داخل زي تمثيل مشرف او كده او مجرد وصول. ده عود جماهيره على كده دايما فالنادي الاهلي، واعتقد ان هو برده لسه في تدعيمات تانية هنشوفها الفتره اللي جايه. فلكن الثلاث صفقات اعتقد الاهلي كان محتاج مروان عطيه، اعتقد صفقه مهمه جدا، لعيب بيقدر يديك في كذا مركز، يديك حلول ان هو ممكن يبقى بديل لعمرو السوليه، لعيب بديل حتى لحمدي فتحي، بيقدر اتطور جدا عن من السنه اللي فاتت للسنه دي. فاعتقد ان هو صفقه مهمه جدا، هتبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي. سنه صغير جدا، يعني تقدر تراهن عليه في مستقبل خط نص النادي الاهلي. لا لعيب تطور جامد جدا من السنه اللي فاتت مع الاتحاد السكندري للسنه دي، شفنا بقى تحس ان هو لعيب كده عنده ضغط مهم جدا في قلب الملعب، وعنده ميزه دلوقتي تحس ان هو ممكن كمان يديك الحريه ان هو كمان بيلعب دايما يكمل في الزياده الهجوميه. وده كان النادي الاهلي مفتقده في غياب عمرو السوليه. كنا دايما عندنا مشكله ان عمرو السوليه ما بيغيب، ما عندناش اللعيب دايما اللي بيكمل ورا المهاجمين، فدي ميزه مهمه جدا في مروان عطيه. طبعا كان الدور ده بدا يقوم بيه ديانج مع مستر كولر، يعني اكتر من ماتش امبي. في ماتش امبي طبعا، يعني هدف عالمي طبعا، فاعتقد هدف عالمي جدا يعني. فاعتقد ان الدور ده دي تعليمات مستر فايلر، مستر كولر. فاعتقد ان اليو ديانج طبعا اتحرر جدا، ومن اهم الركائز موجوده في النادي الاهلي الفتره الاخيره. وطبعا صفقه خالد فتاح اعتقد ان هي صفقه اضطراريه، لان غياب طبعا او اصابه اكرم توفيق،
وطبعا اصابه حتى كريم فؤاد اللي هو كان البديل ليه. فخد عبد الفتاح هيبقى طبعا انا شايف ان محمد هاني بيقدم مستوى كبير جدا الفتره الاخيره، لازم نشيل بيه هاني. يعني جداً. هاني بيحاول جدا يرجع، والحقيقه قدم مستويات الى حد كبير فكرتنا بهاني في فورمته العاليه. بالظبط، لازم نشيد بيه طبعا. فخد عبد الفتاح لازم يعني ناس كده كانت اوقات كده بتنتقده، لا لازم لما يبقى كويس جدا لازم نديله حقه. خد عبد الفتاح اعتقد هيبقى برده هيبقى في منافسه مع محمد هاني، لعيب كويس، لعيب عنده سرعات، لعيب عنده امكانيات، بيقدر يدافع كويس جدا، فلعيب برده النادي الاهلي هيقدر يسد بيه غياب اكرم توفيق. كريستو طبعا لعيب اللي حتى مستر الكره قاله في المؤتمر الصحفي انا محتاج جناح بيلعب برجليه الشمال. واعتقد هو كريستو هو اللي هيحل له اللغز ده، ونتمنى ان هو طبعا يبقى فيه توفيق. ما التوفيق احيانا برضه بيبقى مهم جدا في الكره، ان انت النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بيقدم الحلول بيقدم الصفقات، لكن التوفيق طبعا بيبقى في الملعب ليه معنى تاني. هو يمكن الصفقات بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى محيره الواحد شويه، انت ما عندكش فرصه كبيره يعني تدخل اللعيبه وتوصلهم لمرحله معينه من الانسجام والتفاهم، وان هم ياخدوا مستر فكر مستر كولر. انك تتكلم على يعني اربع ماتشات بدايه من ماتش بكره قبل ما تروح بيهم كاس العالم، والهدف بتاع الجمهور كله كاس العالم النهارده. النهارده كله بيلعب على المركز الثاني، يعني فيوتشر بيلعب بيراميدز، والزمالك عنده ماتش كمان بيلعب مع الاتحاد، فبالتالي النهارده لعبه الكراسي الموسيقيه على المركز الثاني اللي بيحتله فيوتشر. مظبوط. ورغم الاريحيه انك فارق شويه طبعا في النقاط، لكن انت برضو عندك ضغطه انه اللعيبه دي محتاج تدخلها ماتشات ومحتاج تجربها عشان لما توصل كاس العالم تبقى عارف شكل او قوام الفريق الرئيسي. تراهن على ده ولا ممكن يبقى مخاطره كبيره، ولا ممكن يبقى ريسك في انك انت تحرق لعيب او يعني تضغط عليه وتحمله ضغوط زياده عن طاقته؟ لا بص، هو مستر كولر اصلا يعني معودنا في بقاله فتره ان هو بيعمل روتيشن في اغلب المباريات عشان يريح اللعيبه، عشان هو مش عايز يبقى اللعيبه دايما تبقى مضغوطه، فده شفناه. لكن في اخر مباراتين هو ثبت التشكيل، يعني بدا يثبت التشكيل، وده باين جدا حتى في مكسب النادي الاهلي المهم جدا امام نادي بيراميدز، واداله دفعه كبيره، وبعدها كمان في مباراه انبي ثبت التشكيل كان مهم جدا معاه. لكن برضه هو عايز يروح كاس عالم انديه هو مرتاح، عايز يروح يبقى برضه يحسم المواضيع كلها من قبل كاس عالم انديه، بحيث يبقى بطوله الدوري بالنسبه له في مسافه كبيره او فرق كبير جدا، زي ما حضرتك قلت يا احمد ان في صراع كبير جدا في المركز الثاني. فاكيد ان معلش هيعطلوا بعض تقريبا، سواء نادي الزمالك او الاتحاد او حتى فيوتشر، فاكيد ده كله في صالح النادي الاهلي. طالما النادي الاهلي بيكسب اعتقد ان في المنافسه اللي تحت خالص او في المركز الثاني بتبقى سهله جدا ان انت تبدا النادي الاهلي يروح كاس عالم الانديه باريحيه كبيره ان شاء الله. شايف طبعا انا شايف ان برده حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم، ان كهربا انا جاي لك في كهربا، لان انا قلت في بدايه الحلقه النهارده انه يعني على ترانسفير ماركت انه كهربا انتهى ايقافه بانتهاء تاريخ 11 يناير. مظبوط. قضى فتره 6 شهور فتره العقوبة، بالتالي من حقه المشاركه. ايه جديد كهربا بالنسبه لك احمد؟ جديد كهربا ان مستر كولر بيراهن عليه، فشايف ان كهربا اضافه كبيره جدا النادي الاهلي. انت قلت برده مفيش وقت جدا ان اللعيبه تدخل، اعتقد كهربا مش محتاج وقت ان هو يدخل، فهيبقى لعيب عندك اوريدي موجود، لكن يبقى ميزه ان هو بس هيتايد ويدخل وسط المجموعه اللي هو اصلا بقاله فتره. في جديد على كهربا عن اتحاد الكوره؟ كهربا رسميا خلاص الفيفا بعت اتحاد الكوره قال لك كهربا من حقه ان هو يشارك غدا. أيوه. ده رسميا خلاص. كهربا كان ممكن يلعب مباراه. انا بس بتكلم على اتحاد الكوره المصري، ان اتحاد الكوره المصري يعنيني انه يقفل ويقطع كل الشك باليقين. بالظبط. اتحاد الكوره المصري بعت حتى النادي الاهلي ان كهربا من حقه ان هو يشارك مع النادي الاهلي من حتى مباراه المصري، لكن النادي الاهلي طبعا اعتقد ان هو مش هيجازف، خلاص اللعيبه مركزه والقائمه تقريبا خلاص سافرت برج العرب. فلكن كهربا اضافه كبيره جدا، لعيب كبير، لعيب عنده شخصيه، لعيب عنده امكانيات، وهيبقى اضافه مهمه جدا، واعتقد من اهم الصفقات اللي انا بشوف ان هي صفقات هي ممكن تبقى صفقه يعني مش جديده، لكن اعتقد وجوده مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه هيبقى مهم جدا، وهيبقى حل كبير قوي لمستر كولر، لان هو ممكن كهربا يديله حل حتى في مركز المهاجم. أيوه. مش هيلعب حتى كجناح، شفناه في اوقات كثيره لعب حتى مع منتخب مصر كمهاجم، وشفناه حتى في مباراه المغرب مع منتخب مصر احرز فيها هدف. فكهربا انا شايف ان هو من ضمن اللعيبه اللي هتبقى مكسب كبيره جدا للنادي الاهلي. بلسان حال الجمهور اقول لك انها يعني لولا ان انا اتكلم باسم جمهور نادي الاهلي، صفقات الى حد كبير مرضيه، صفقات لحد كبير اعتقد هتكون اضافه للسكواد. لكن بالنسبه للجمهور الصفقه الاهم لم تتم، الصفقه الاهم هي صفقه المهاجم، وكله في انتظار ان يعلن النادي الاهلي عن تفاصيل صفقه المهاجم الجديد. انا عارف انه في ملفات كتيره جدا مفتوحه، وانتوا اكيد بتتابعوا وسمعتوا اسماء كتير، منها اسماء صحيحه ومنها اسماء غير صحيحه، لكن في حدود المعلومات اللي عندي ان هم انا مش هقول اسماء طبعا، لكن هم اربع لاعبين مطروحين بعد موافقه مستر كولر على الاسماء دي، او انه البروفايل ده
هو ده اللي بيدور عليه مستر كولر. بنتكلم في اربع ملفات مطروحه على النادي الاهلي، شايف صفقه المهاجم ازاي اللي بدات برغبه الاهلي في عزيز يعقوب، ولكن طبعا الصفقه ما تمتش في النهايه. طبعا احنا لازم نشيد برضو باداره النادي الاهلي في قرار يعني الغاء صفقه يعقوب. طبعا لازم نشيد بيه، لان يعني النادي الاهلي اخذ قرار في وقت ان يعني انت محتاج مهاجم فعلا، لكن انت بعد الكشف الطبي فالنادي الاهلي مش مفيش مجال ان انت تخش ريسك في مبلغ كبير اذا كان هتدفع في عزيز يعقوب. طبعا فاعتقد لازم نشيد بمجلس اداره النادي الاهلي ودكتور احمد ابو عبله طبعا في موضوع الكشف الطبي في القرار حتى ان هم ما يكملوش اتمام صفقه يعقوب. لكن النادي الاهلي اهم صفقه زي ما احمد انت بتقول هي صفقه المهاجم، لان النادي الاهلي بيوصل كتير احيانا للمرمى لكن الحاجات دي كلها ما بتترجمش. النادي الاهلي المفروض الطبيعي ان انت يبقى عندك مهاجم من انصاف الفرص لازم يحرز اهداف، دي مشكله. وده حتى مستر كولر قال لك انا لعبت حتى محمد شريف يعني ما اقنعهوش بنسبه 100%، شادي حسين ما اقنعهوش. بالنسبه حسام حسن النهارده سجل هدفين مع سموحه كسب سواء كسبهم يعني مش هدفين. يعني خد بالك انه دايما يا كلمه الفانيلا صح جماعه، اي لاعب في الدنيا بيتنقل من اي نادي بره مصر او جوه مصر مع كامل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي بيتعرض لكم كبير جدا من الضغوط في اوقات كتير جدا، لعيبه بيأثر ده على مستواها معنويا وبدنيا وفنيا، وبالتالي مش كل كواليتي او مش كل لعيب كويس ممكن يجي يلبس تيشرت الحمراء او الفانيلا الحمراء يتالق ويكسر الدنيا. صح يعني في اوقات كتير صح جدا طبعا في لعيبه، وده مش تقليل من امكانيات حسام، لانه حسام حسن واحد من يعني ما تقدرش تنكر ان واحد من المهاجمين الجيدين او واحد من المهاجمين اللي لازم تحطهم في افضل خمسه مثلا لما تيجي تتكلم على المهاجمين لو كان هداف الدوري المصري وهو جاي نادي الاهلي. لكن زي ما انت قلت احمد، هو فعلا تيشيرت النادي الاهلي احيانا بيبقى بيدي لعيب او ضغط كبير جدا على لعيبه معينه. طيب خلينا اسمع الجديد عندك، وشايف ازاي بوصله الاهلي رايحه في مفاوضات المهاجم. بس تسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام مره ثانيه معاكم في السادسه. بس زاد علينا ضيف جديد بينضم لنا، ده طبعا فاروق عصام محلل الكره العالميه. مساء الخير يا فاروق، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا احمد، اهلا بيك ومبسوط دايما ان انا معاك هذا وقد قررنا خصم 3 نقاط وهبوطه للدوري الدرجه الثانيه. دي فرصه. نور الدنيا فاروق، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. بتكلم على ميركاتو الاهلي، يمكن دردش انا واحمد شويه قبل ما انت توصل. عايز اعرف شايف ازاي ماتشات الاهلي اللي جايه ودخول الصفقات الجديده فيها، بدايه من ماتش المصري بكره. طبعا شايف ان ميركاتو الاهلي واضح انه في دراسه للصفقات بشكل جيد، مفيش استعجال، مفيش بانيك موجود لدى المسؤولين في النادي الاهلي ان هو تعاقد لمجرد التعاقد. في الجهاز الطبي تدخل وقال رايه في صفقه يعقوب، وشفنا الانصياع التام من الاداره للقرار الطبي، لانه في الاول وفي الاخر هو طبيب النادي الاهلي هو المتحمل المسؤوليه. وخلاص لاعب لم يوفق في الكشف الطبي تم التغاضي عنه، ودراسه ترشيحات اخرى منتظره في النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي. دخول اللعيبه في الجديده في الفتره اللي جايه اعتقد ان هم امام فرصه ذهبيه، خصوصا ان احنا داخلين على المونديال، والمونديال كله جاي سنه طبعا اي المونديال فرصه. خد بالك يعني بعتقد واحده من اهم اوراق الاهلي في التفاوض مع اي اسم النهارده انك انت رايح تلعب مونديال على طول. مش يعني أي اول نادي. حاجه كده يلا مونديال، مش اي نادي هيتيح لك الفرصه ان انت تروح من اول شهر تلعب كاس عالم للانديه. يعني النادي الاهلي، ودي مميزات النادي الاهلي في التفاوض، وحتى النادي الاهلي حاليا اعتقد ان هو ارتقى خلاص في 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 في, في اللعيبه، وبدا يفاوض لعيبه في اوروبا، ولاعيبه في اوروبا بتفضلوا على انديه. بتكلم على نادي مش راح يشارك في مونديال اول مره، ده يعني من موسمين ثلاثه واخد 2 ميدالية برونزية بالظبط، وهو تاني اكتر نادي على مستوى الكره الارضيه مشاركه في بطوله كاس العالم. فبالتالي بتهالي حلم وطموح عند اي لاعب انه يلعب البطوله زي كده. طبعا وبعدين البطوله احتكاك بالعالم كله، والعالم كله بيتفرج عليك. فاعتقد ان النادي الاهلي لعبناها قبل كده مع الريال. يعني هل في نسخه من الاهلي شارك فيها كان فيها ريال مدريد؟ لا الريال ما كانش موجود. لا الريال خالص ولا ما كانش موجود. تعالى لنا بقى يعني على حظك بقى، نتمنى الاهلي يروح لبعيد يعني ان شاء الله باذن الله. كمان مع بقيه الصفقات ان شاء الله ومع الخبرات اللي موجوده، خدوا بالكم الجيل ده يعني لعب كاس عالم ولعب مع الكبار وكسب انديه كبيره بحجم الهلال وبحجم بالميراس. فبالتالي ما فيش رهبه انه احنا رايحين نلعب في بطوله كاس عالم مع صفقات وتدعيمات، مع وجود مستر كولر، مع البدايه الكويسه في الموسم ده والراحه السلبيه، كلها حاجات تقدر تبني عليها في انك ان شاء الله باذن الله تقدر تروح لبعيد في النسخه اللي جايه من بطوله كاس العالم. المصري بكره ماتش صعب احمد.
ماتش صعب جدا طبعا، من ماتشات الاهلي والنادي المصري دايما صعبه. أيوة. زاد عليها طبعا وجود كابتن حسام حسن على راس الجهاز الفني للنادي المصري، بيدي اللعيبه طبعا حماس، ونشوف هننزل هنشوف النادي المصري اكيد مندفع تماما في بدايه اللقاء. فالنادي الاهلي لازم يستغل او يمتص حماس لعيبه المصري، لان كابتن حسام حسن دي طريقه لعبه دايما. سيناريو اقرب لماتش بيراميدز ولا سيناريو اقرب لماتش ام بي؟ اعتقد لا سيناريو ماتش بيراميدز ولا الام بي، يعني سيناريو ثالث، سيناريو ثالث خالص، لان طريقه لعب المصري مع كابتن حسام حسن مختلفه. أيوة. هم دايما بينزلوا من بدايه اللقاء ضاغطين، نادي بيراميدز ونادي ام بي اعتقد النادي الاهلي كان هو اللي دايما ضاغط، هو اللي كان مستحوذ، فلكن نادي المصري اعتقد هينزل بدايه اللقاء ضاغط. وهنشوف النادي الاهلي هنا استغلال اعتقد الهجمات المرتده وسرعات محمد شريف ووجود احمد عبد القادر. النادي الاهلي على فكره بقاله من اول مباراه بيراميدز غير طريقه اللعب، يعني دي حاجه مهمه جدا، وشفناه نجح بطريقه اللعب الجديده. يعني مستر كولر هو مجنون النادي الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1، من بدايه من ماتش بيراميدز غير طريقه اللعب بيلعب 4-3-3، وشفنا ان هو بيخلي محمد مجدي قفشه بيتحول من لاعب 8 للاعب او مهاجم تاني، وده شفناه في هدف انبي الاولاني محمد مجدي قفشه بالتمرير اللي هو قال حتى عنها في المؤتمر الصحفي احنا متمرنين عليها. محمد مجدي قفشه بيتحرك ما بين الخطوط ما بين المساكين وبيقدر يستغل يخترق لان هو مهاجم وهمي. فمش جاي فطبعا بيسحب محمد شريف بيسحب حتى المدافعين، ونشوف محمد مجدي قفشه بالمهاره، وده اعتقد اللي هيحصل في الوطن المصري، عندهم نقطه ضعف مهمه جدا في خط الدفاع. أنا حاجتين عايز أتكلم عليهم في مباراة المصري تحديدا، لأن اللي عارف الوقت مش ملكنا فمش في صالحنا. أرضية الملعب أول حاجة، أنا ما كنتش معجب تماما بأرضية ملعب استاد المقاولين في المباراة اللي فاتت ضد إنبي، وبنشوف الإصابات الكتير للعيبة النادي الأهلي. كم أرضية ملعب أو كم أرضية استاد هنا تقدر تقول عليها هو واحد بس؟ ونرجع نقول الإصابات اللي بتحدث لعيبة النادي الأهلي إيه سببها؟ ما هو اللاعب لما بيلعب مباريات كتير، ومش هنتكلم بقى عن التدريبات، حتى ناس ظلمت ملعب مختار التتش واتكلموا، لا هو اللاعب هو موسم كامل انت بتلعب في اكتر من ملعب، ملعب زي الاستاد المقاولين ما كانش مناسب للعيبه، حتى ملعب برج العرب ما عجبنيش في مباراه المصري والاتحاد، وشايف برضو الارضيه مش احسن حاجه. الحاجه الثانيه هو طاقم التحكيم، شفنا كلاتنبرج لما خرج اتكلم على لقطه ياسر ابراهيم ولمسه اليد، حكم الفار مقتنع تماما ان هي لمسه يد، وطلب من الحكم، لولا ان الحكم كان حكم دولي وهو بقيمه الكابتن البنا، تدخل وقال لا هي اللقطه ما فيهاش ركله جزاء. لكن شفنا بعد كده لما سمعنا لتعليق حكم الفار هو بيقول له لا ده واضح ان هي ركله جزاء، ايده بره جسمه، رغم كده كلاتنبرج والبنا اتفقوا مع قرار ان هي مش ركله جزاء. فلازم برضو اطقم التحكيم، حتى مش شرط حكم الساحه يكون هو المتحكم، حتى في غرفه الفار لازم يتم انتقاء اطقم تحكيم جيده للمباراه. ونتمنى كمان انه حكامنا يجي لهم حكام كبار من بره، يعني مثلا على سبيل المثال في بعض الانديه النهارده ومنهم الاهلي ومنهم الزمالك ومنهم بيراميدز بيفكروا في بعض الماتشات في استخدام حكام اجانب، طب يعني ليه؟ وغالبا بيبقوا يعني مطلوب مثلا يبقوا حكام معروفين او حكام دوليين او حكام خدوا مسابقات كبيره، ليه ما نستفادش بوجودهم هنا في مصر وتحكيمهم الواحده ماتشات الدوري، ان يبقى في زي ورشه عمل ورك شوب كده، محاضره مده ساعتين ثلاثه يتسالوا فيها، يقول لهم ايه اكتر الحالات اللي بتثير جدل تتناقش، تفرد عليه الحالات بتاعه الدوري المصري يقولوا ارائهم فيهم. بتهيألي ده هيساهم بشكل مهم جدا، مهم جدا، لان هو في الاول وفي الاخر هو قرار الحكم بناء على هي الكره لمسه يد، لكن هل هي مقصوده ولا مش مقصوده؟ صحيح. ده بيرجع للحكم، تتحسب ولا ما تتحسبش؟ ده بيرجع للحكم. صحيح. فهو الحكم كل واحد ليه تقديره الشخصي. صحيح. لكن هو في حاجه في الكوره في قوانين متعارف عليها. صحيح. الكوره اليد مثلا زودت الجسم ولا لا، كابتن البن قال لا، وكلاتنبرج اول لقطه من اول ما شافوها، لان هم حكام كبار وعندهم خبره كبيره، واتمنى. صحيح. ده يتغير في المباراه الجايه. عايز اروح معاكم لميركاتو اوروبا، لانه يبدو كده انه الميركاتو سخن جدا. بس قبل ميركاتو اوروبا انا ما اعرفش ده يتحسب ايه، يعني بعد صفقه رونالدو والنصر في كلام انه الهلال بيتفاوض مع كنت بكلم مع احمد في الفاصل انه الهلال بيتفاوض مع ليو ميسي. انا سمعت ايدن هازارد وسمعت نجولو كانتي وسمعت راموس وسمعت كوادرادو، انه رونالدو شخصيا كلم كوادرادو عشان يلعب للنصر. فهل الدوري السعودي هيبقى واحد من الدوريات السته الكبرى في السنوات اللي جايه؟ وايه قصه ميسي والهلال؟ ده في حتى تصريح لتشافي من شويه كده في المؤتمر الصحفي، هو حتى في السعوديه عشان مباراه السوبر قال انا بوعد رونالدو ان هو هيتفاجئ بمدى التنافسيه في الدوري السعودي الفتره اللي جايه، وقلنا حتى عشان الملف اللي موجود للسعوديه في كاس العالم في 2030 هيكون في عدد كبير من النجوم اللي بتنضم للدوري السعودي. وزي ما قلت لك احمد الاسبوع اللي فات، ان طالما كريستيانو انضم للنصر جماهير الهلال واداره نادي الهلال مش هتسكت على صفقه كريستيانو رونالدو، هترد بنجم كبير. وزي ما قلت لك توقع ان يكون في مفاوضات مع ليونيل ميسي،
ممكن ليونيل ميسي خصوصا ان هو بعد الحصول على كاس العالم يكون شويه خلاص قال ستوب لمسيرته في اوروبا ويبدا يفكر في العروض ويفكر بقى في العرض اللي هو هيأمن له بعد كده مسيرته بعد كره القدم؟ لسه بيفكر يأمن يعني بعد كل ده كريستيانو رونالدو بيأمن ما اعرفش بيأمن ايه بالظبط. طيب الميركاتو الاوروبي يعني صفقتين يمكن انا اعلنت عنهم امبارح والنهارده يمكن يكونوا الصفقتين الاهم، لكن في اسماء ثانيه يمكن ما زالت على الرادار. كلام طبعا على جواو فيليكس يمكن تكون غريبه جدا يعني. غريبه جدا انا اتفاجئت بان حتى ليه غريبه انك تروح من الدوري الاسباني للدوري الانجليزي، ولا غريبه انك تروح من اتلتيكو مدريد لتشيلسي؟ لا غريبه ان هو كان في بدايه الموسم كان في كذا نادي عايز من ضمن مانشستر وهما اتلتيكو مدريد ما رضاش يسيبه. ان غريبه ان هما سابوه بالسهوله دي. أيوه. يعني الغريبه في الصفقه ان انت تسبت بسهوله جدا لتشيلسي. طبعا الطبيعي ان هو يمشي اتلتيكو مدريد، انا شايف ان هو وجريزمان اعتقد ان هما يعني اكبر من اتلتيكو مدريد بكتير. لعيبه كبار، لعيبه عندها امكانيات وعندها طموح، فاعتقد ان هم يروحوا نادي بيحقق بطولات زي تشيلسي او حتى مانشستر او حتى انديه ليها اسم كبير. ما احترمنا طبعا اتلتيكو مدريد، لكن صفقه جوا طبعا اعتقد هي صفقه مهمه جدا لنادي تشيلسي، وهتبقى مهمه جدا في ان هم حتى يرجعوا للتنافس على بطوله الدوري الانجليزي. الناس اعتقد ان هم يعني مستوى تشيلسي يعني ما كناش متوقعين بالصفقات الكبيره. اعتقد اكتر نادي صرف في الموسم 3-0 هو ده تشيلسي. برغم كده شفنا المستوى السيء بتاعه في الدوري ويعاني وما زال يعاني جدا. ده رباعي 360 من ساعة الملك الجديد لما جه مسك تشيلسي صارف 360 مليون على صفقات. تبص تلاقي فيه صفقات كلها ثغرات يعني حتى يقول لك حاجه يعني حتى كولوبالي جابوه من نابولي ثغره كبيره. ده واحد من الملفات اللي احنا بنحضره، ويمكن يكون مرتبط بشكل او باخر النهارده بفكره الاستحواذات، واحنا هنتكلم فيها ملف الاستحواذات تحديدا في الدوري الانجليزي وازاي الاستحواذات الخارجيه اثرت على شكل الخريطه التنافسيه في الدوري الانجليزي. ده ممكن يكون حصل عندنا بس بشكل انا اسف يعني بلدي شويه، يعني حصل عندنا في الدوري المصري فكره دخول الاستثمار في صناعه او في بزنس كره القدم، ازاي ده اثر على شكل وخريطه الدوري، وازاي ادى انه في انديه ذهبت ولم تعد، وازاي في انديه ظهرت على الخريطه وبقت بتنافس بقوه جدا حتى لو ما حققتش القاب، لكن على الاقل قادره تنافس الفرق الكبيره. طيب غير صفقه جواو فيليكس في كلام على ايدن هازارد؟ هو ايدن هازارد كلام كله سلبي يعني كلام سلبي على ايدن هازارد، لان ما اعتقدش ان في نادي بناء على المستوى اللي بيقدمه او انا سامع انه المستوى اصلا اللي بيقدمه ايدن هازارد. ارسنال مهتم جدا بايدن هازارد. ما اعتقدش ان ارتيتا هيغامر المنظومه الجماعيه اللي هو عاملها في ارسنال، ما اعتقدش ان هو هيفرض عليها نجم زي باسم وحجم ايدن هازارد، خصوصا ان ايدن هازارد حاليا بيعيش يعني اسوا فترات مسيرته. يمكن لو اتكلمنا على الصفقات اللي في البريمير ليج، انا شايف نادي تشيلسي داخل في انزو فرنانديز، وده واحد من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس العالم الاخير، وهو خد جايزه افضل لاعب صاعد في كاس العالم. عرضوا تخيل عرضوا 90 مليون يورو على نادي بنفيكا، ونادي بنفيكا رفض اللي واحد من افضل الانديه زي ما انت قلت قبل كده احمد. نادي بنفيكا واحد من افضل الانديه اللي بتصدر مواهب لاوروبا. رفضوا 90 مليون لان هم عارفين ان هو في الصيف هيعدي الرقم ده، هيجيب 120 واكتر من 120، وفي فرق تانية هتدخل فيه. نادي تشيلسي احتمال يرفع عرضه ال 100 مليون الفتره اللي جايه، وممكن يحاول ياخده في الانتقالات الشتويه. افتكروا الاسم ده كويس جدا، انا شخصيا اراهن عليه انه يبقى واحد من نجوم الكره في اوروبا في خلال موسم او اتنين بالكتير، ويرجع امجاد اندريه تشيفتشينكو او تشيفتشينكو الرهيب في الميلان، الاوكراني ميكايلو بيتروفيتش مودريتش، لعيب على اعلى مستوى الحقيقه، وفي حاله يعني صراع كبيره جدا من اكبر الانديه فيه، وهو حاليا بيلعب في شختار، هو نجم شختار الاوكراني، ونجم اعتقد يمكن يكون اهم لعيب في الكره الاوكرانيه، لكن يروح فين؟ يمكن احمد او فاروق يكون عندهم معلومه. سمعنا عن اهتمام انديه كبيره جدا بمودريك، وسمعنا عن رغبه انديه كبيره في التعاقد معاه، هل في جديد في الملف ده؟ يعني اعتقد ان يعني بص في طول فتره الثلاثه الشتويه ديت بيبقى في مفاوضات كتيره جدا. أيوة. وتلاقي مثلا يعني نادي زي تشيلسي مثلا ممكن يكون عايز انزو فرنانديز، في الاخر تلاقيه راح نادي تاني خالص. فموضوع حسم الصفقه ديت اعتقد ان ممكن ما بتحسمش حتى غير بناء عن وكيل لاعبين او وكيل. انت شفت مودريك؟ شفت مودريك؟ مودريك يمكن تشيفا
تشيفا اتكلم ان هو قال انا كنت كان يتمنى نادي ميلان يتعاقد معاه، لكن بسبب الظروف الماليه اللي موجوده في ايطاليا قال ان مفيش نادي حاليا في ايطاليا يقدر يتعاقد معاه. في ناديين اقرب لمدرك، نادي ارسنال بيراقبه من الصيف اللي فات وكان قريب جدا من التعاقد معاه من الصيف اللي فات، لكن عشان كان محتاج ان هو يثبت نفسه اكتر فسابه لحد الشتاء. دلوقتي نادي تشيلسي دخل على خط المفاوضات، سعره وصل 100 مليون، في مضاربه في السعر واحتمال يوصل اكتر من كده لانه لاعب بيمتلك امكانيات ومهاره فائقه يعني. ممتع وناس كتير جدا بتقارنه او يعني بعد صفقه جواو فيليكس كان المقارنه دايما بين جواو فيليكس سجل 3 اهداف في دور المجموعات. صحيح. خلينا نتكلم بقى على قصه الاستحواذات، ويمكن خريطه الكره لما تبص عليها في انجلترا تلاقي انه الدنيا اتشقلبت في ال 10 او 15 سنه اللي فاتت، انديه كبيره جدا تراجعت، ومنهم اللي ساب اساسا البريمير ليج ونزل للتشامبيونشيب، ومنهم اللي راح ليج 1، وانديه ثانيه ظهرت على الساحه وبقت دايما على الاقل بتنافس على منصات الـ او على الالقاب والبطولات، ومش بس على مستوى الدوري الانجليزي. بكلمكم على نادي بحجم تشيلسي، بكلمكم على نادي بحجم المان سيتي. الانديه دي يمكن من 20 سنه فاتت ما كانتش من انديه القمه. نادي زي اليونايتد اللي كان مسيطر على كل البطولات الانجليزيه تراجع وفي محاوله يائسه للعوده من جديد. كل ده يمكن مرتبط بشكل كبير جدا بخريطه الاستثمارات والاستحواذات اللي حصلت على الانديه الانجليزيه. نشوف الانفوجراف ده ونرجع نكمل كلامنا. حتى راس المال المصري بيراهن على الدوري الانجليزي، يعني انت بتتكلم على سلعه في النهايه، برودكت ليه تقل وليه وزن، وبتتكلم على استثمارات من كل حته في العالم بتراهن على قوه الدوري الانجليزي. في تجارب طبعا، في استثمار كلي او تجارب استحواذ كليه، وفي استحواذ جزئي، وفي تجارب ناجحه. يعني لو بصينا على الولايات المتحده الامريكيه بما انها صاحبه نصيب الاسد من الاستحواذات في الدوري الانجليزي، هتلاقي انه تجربه مثلا زي تجربه ليفربول نجحت بشكل كبير، والفريق حقق بطولات والقاب تشامبيونز ليج وبريمير ليج. لكن على مستوى مثلا نادي كبير زي نادي اليونايتد، نادي كل تاريخه القاب عظيمه جدا، ما كانتش ناجحه بشكل كبير. الاستحواذ المصري بالمناسبه اللي ما يعرفش، في فريق او في نادي استون فيلا الانجليزي بنسبه طبعا 50%. ازاي غيرت خريطه الاستحواذات دي يعني في رايكم على شكل وعلى طبيعه المنافسه وعلى قدرات الانديه صعودا وهبوطا؟ فاروق، خلينا نقول انه حتى يعني من يومين بس هيبقى في 20% هيتضاف على الانفوجراف، اعتقد ان ممكن نضيفه قريب قوي، وهو صندوق الاستثمار القطري. ومعنى دخول صندوق الاستثمار القطري الدوري الانجليزي معناه ان في مشروع كبير قادم. داخل لنادي ايه؟ هو داخل لنادي توتنهام. وما اعتقدش انه بعد يعني كده عندنا مصر استون فيلا، الامارات صندوق ابو ظبي في سيتي، في كلام ان صندوق دبي كمان داخل مانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد الجليزرز اعلنوا خلاص بشكل رسمي هيبيعوا. وكمان مجموعه اللي مالكه نادي ليفربول اعلنوا بشكل رسمي ترحيبهم بوجود عروض. فالفتره اللي جايه في ثلاث انديه احتمال يكون فيهم استثمارات، وهو نادي توتنهام، وعندنا نيوكاسل الاستثمار طبعا صندوق الاستثمار السعودي. فاحنا بنتكلم في نادي كان عندنا فولهام زمان، الفايد طبعا. فالاستثمار في الدوري الانجليزي مشجع جدا،
لان احنا بنتكلم ان اخر فرقه في الدوري الانجليزي بتحقق ارباح اكتر من الفرقه اللي بتاخد الدوري الايطالي. فاحنا بنتكلم على دوري عائداته موجوده. لو انت بتعمل استثمار رياضي فمشروع رياضي ناجح جدا، العالم كله بيتفرج عليك. لو بتفكر في استثمار تحقق منه عائدات فهو برضو استثمار ناجح، لان بنشوف مشروع مانشستر يونايتد بقالهم 10 سنين ما بياخدوش بطولات، رغم كده الجليزرز واحد من انجح من اكثر الملاك الانديه في الدوري الانجليزي تربحا من الانديه. فاحنا بنتكلم ان الدوري الانجليزي طبعا جاذب للاستثمار، كان كئيب يعني بجد والله، كان دوري كئيب يبعث على الكآبه، وما كانش حد بيتابعه في وقت كان الدوري الايطالي هو في الصداره، الدوري الاسباني، الدوري الالماني، كل دول كانوا سابقين الدوري الانجليزي بمراحل. ما كانش فيه كوره، ما كانش فيه نجوم، ما كانش فيه ملاعب، ما كانش فيه متعه، جماهير عنف وخروج على النص وحوادث وجرائم وحاجه صعبه جدا. اتحول لتابلو فني العالم كله الحقيقه بيتابعه، والعالم كله متفق على ان هو افضل مسابقه كرة قدم على مستوى دوريات العالم كله، صح ولا ايه الكلام ده؟ لا لا صح طبعا طبعا. النجوم حتى كمان بقت بتروح على الدوري الانجليزي دلوقتي، بقت بتهافت بتروح على الدوري الانجليزي بسهوله جدا، لان هو دوري اعتقد هو يعني شفنا ان المنتخب حتى الانجليزي في كاس العالم، يعني اعتقد كل المنتخب من في الدوري الانجليزي. الناس اشتغلت، اصل هي يعني الناس تعاملت مع الموضوع بخطه على فكره قصيره المدى، ما تتقالش عليها بعيده المدى. انت بتتكلم في خلال ايه 15 20 سنه سحب البساط من كل حاجه حواليه، اتكلم على الحضور الجماهيري، الاسوار اتشالت، الملاعب اتظبطت، الاضاءه، البث والكواليتي، البث التلفزيوني، الدعايه والماركتنج، التسهيلات اللي قدمتها الدوله، القوانين اللي بتحكم المنظومه، كل ده نقل البطوله. في حاجه مهمه جدا مشجعه الاستثمار في انجلترا تحديدا، انه القرار بيد الانديه مش بيد اي حد تاني. لما حصل الانفصال في 92 وتم انشاء رابطه الدوري الانجليزي، اتملكتها الانديه وبقت الانديه صاحبه قراراتها. فانا كمستثمر جاي انا عارف كويس بنسبه 100% ان القرار هيكون في صالحي، لان هو قرار في الاول وفي الاخر انا باخده نابع من الانديه ومصلحه الانديه. فده بيشجع اكتر على الاستثمار. حاجه تاني برده مهمه جدا بخصوص الدوري الانجليزي اللي بيدل ان هو اللي بيقود حاليا، يمكن النهارده خبر انه في الموسم الجديد من الدوري الانجليزي، بمناسبه بقى الابتكارات ودايما احنا بنقول تطوير كره القدم، هيضيفوا تغيير جديد وهو تغيير مؤقت. لاول مره بيتم دراسه التغيير المؤقت على شاكله بقى كره السله وكره الطايره، وهو هيتم للاعب اللي بيتعرض لارتطام في الراس، حرصا على من الاجهزه الطبيه يعني يطلع وينزل تاني، يطلع ويتم علاجه بشكل دقيق ويتم تاكد. حصل في كاس العالم الموضوع ده مع في ماتش كرواتيا تقريبا بالظبط، وهيتم اعتماده في انجلترا من الموسم الجديد. الناس كلها استغربت ساعتها في ماتش كرواتيا ان حصل تغيير، كان كرواتيا عملت تقريبا 6 تغييرات، فحصل تغيير اخير كان خروج حد في اللاعب في منتخب كرواتيا ساعتها. ايوه فاعتقد كان بسبب، قالوا بسبب الضغط خبط في دماغه، فده تقريبا هو انا عارف ان في تغيير زياده حصل في ماتش فرنسا نتيجه اصابه لاعب في الشوط الاضافي، فسمح ليهم بتغيير زياده. هو رابيو كمان رابيو حصل برضه اتصاب في دماغه، ما هو كرواتيا كرواتيا وماتش فرنسا. لكن اللي بيقولوا فاروق انه تغيير مؤقت، انه تغيير مؤقت هينزل لاعب في الملعب وهيلعب ويطلع تاني وينزل اللاعب اللي كان مصاب. ليه؟ لانه ما يكونش في استعجال للحكم على اللاعب ان هو اتصاب ارتجاج او لا، لان طبعا. لو هو في الملعب بيبقى في استعجال شويه، وممكن اللاعب عشان عايز ينزل فبينزل وهو عنده ارتجاج او عنده مشاكل. لكن بعد كده هيخرج، الجهاز الطبي يفحصه بشكل دقيق جدا، يتاكد ان هو ما عندوش اي مشكله على مستوى الراس، وبعد كده يرجع تاني يلعب في الملعب. اخدكم بقى لاخر ملفاتنا النهارده، ملفات الفرق المنافسه لينا في بطوله دوري الابطال، سان داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني. نبدا كده نبتدي بسان داونز بما انه المنافس يعني الاقوى والابرز، وخلينا ناخد ترتيبه وارقامه واسماء اخطر لاعبيه. ابتدي مع احمد. سان داونز هو متصدر الدوري الجنوب افريقي طبعا، اعتقد هو من زي ما انت قلت يا احمد ان سان داونز هو اقوى منافس للنادي الاهلي في مجموعته. سان داونز عنده طبعا اغلب اللعيبه، ده يحلق منفردا، ده 37 نقطه 10 بونت وراه سوبر سبورت يونايتد مظبوط 27 نقطة، وبعد كده ريتشرز. ملاحظ ان الدوري ما عندهمش ولا ماتش مؤجل ما شاء الله، مفيش مؤجلات 15 كله. وعايزين نقول كمان ان على فكرة سان داونز قيمته التسويقية بعد النادي الاهلي، يعني كلاعيبة اغلى قيمة اغلى لعيبة، يعني ده باين كده. وهم لسه جايبين لعيب اسمه مارسيلو إيليندي، اللعيب ده جايبينه من تشيلي، لعيب جنسيته تشيلي، لعيب جايبينه برقم كبير جدا 2.5 مليون يورو، فاعتقد ان هم بيدفعوا مبالغ كبيره في اللعيبه، واعتقد ان هم يعني سان داونز حاطين الفرقه بتاعتهم في ان هم لا بيلعبوا عايزين ياخدوا بطوله افريقيا تاني. واعتقد ان سان داونز كمجموعه او كلعيبه شايف ان هي اقوى واقرب في الصعود مع النادي الاهلي في مجموعته.
وزي تقريبا القوام اغلبه اللي هو كان مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبليها. خلينا نقول بس انه حضراتكم شايفين المباراه دي ده يعني لقطات او ملخص من ماتش سان داونز الاخير في الدوري الجنوب افريقي في مواجهه تشيبا يونايتد، والمباراه دي انتهت لصالح سان داونز بنتيجه 2-1. هو في رقم ملفت في جدول الترتيب انا خدت بالي منه، مسجلين 30 هدف وداخل فيهم 5 اهداف بس. شايف احمد وهم بالهجوم، بص حاله الهجوم كام واحد متواجد جوه منطقه الجزاء. ايوه ودي حاجه باينه جدا على زي ما فاروق قال ان هو قوه القوه الهجوميه بتاعتهم كبيره جدا، متواجدين بص كام لاعب في منطقه الجزاء في حاله الهجوم، فهم بنفس الخطوره بتاعتهم اعتقد. بس خلينا نقول برضو انه واضح انه الفوارق بينهم وبين الانديه اللي بتنافس معاهم، يعني حتى الانديه الكبيره زي اللي احنا نعرف يعني انها كبيره زي كايزر تشيفز واورلاندو بايرتس، يبدو ان في تراجع في مستواهم. يعني حتى في القائمه اللي معانا كايزر تشيفز في المركز الرابع كيب تاون سيتي، مع حتى لما شفنا النهائي عنده بايرتس في المركز الثامن، النهائي لما كايزر تشيفز قابل النادي الاهلي كان في فرق كبير جدا في المستوى ما بين الاهلي وكايزر تشيفز، عكس مباراه سان داونز بيبقى في نديه دايما في الظرف ده، هو بيغرد بعيد فعلا سان داونز، فده يمكن وارقامه بتعكس ان الفوارق كبيره بينه وبين المنافسه المحليه، يعني برضه مش هتكون خادعه قوي يعني، وان كان طبعا فريق ليه احترامه، انا بشوفه من اخطر الفرق اللي بتلعب كوره على مستوى قاره افريقيا. بشوف ان سان داونز النادي الاهلي بيكسب سان داونز زي بياخد بطوله افريقيا لان هو بيبقى انا شايف ان من افضل الفرق اللي موجوده في بطوله افريقيا كلها. شايف ان فريق بيعرف يلعب كوره، لعيبه اغلبها تقريبا القوام هو زي ما هو بس زادوا عليه لعيبه، انا قلت لك مارسيلو اوليندي، فاعتقد هم بيعملوا تدعيمات وما بيعملوش صفقات كتيره، اوليندي ده جاي في الصيف اعتقد في يناير ما جابوش لعيبه خالص. طيب ارقام اللعيبه بتاعتهم او الاكثر خطوره او الاكثر صناعه وتاثيرا يا فاروق؟ طبعا بنتكلم على سيرينو موجود في صناعه اللعب لكن هو غائب عن قائمه التهديف. يمكن بيتر تشولولي طبعا الهداف بتاعهم 6 اهداف وبعد كده مويليلا 5 اهداف، فاحنا بنتكلم ان هي فعلا نفس الاسماء اللي واجهت النادي الاهلي في كل بطوله. هم دايما بيروحوا للعيبه امريكا الجنوبيه لانهم مناسبين اكتر لطريقه لعبهم الاعتماد دايما على الكوره. بس كاسياس مايلولا وتشالويل يمكن الاثنين يكونوا القوه الضاربه، لان بنتكلم على اثنين لعيبه مسجلين 11 هدف، فبالتالي يمكن يكونوا اخطر لعيبه موجوده في فريق سان داونز. مارسيلو اوليندي هو اللي هو اخر لاعب ده، هو لسه جايبينه من تشيلي. ده الاوليندي ده الصفقه الجديده، الصفقه الجديده جايبينه في الصيف تشيلي. الرايت باك عندهم برضو مميز جدا وهو الاكثر صناعه للاهداف. سريع قوي يعني. تابيلو مورينا ده الباك رايت بتاعهم، هو اكثر لاعب عمل اسيستات ب5 حتى جاستون سيرينيو جاي في المركز الثاني مكرر او الثالث. ممكن يعني نلاحظ ان دايما الاسماء كتير اللي بتسجل واسماء كتير اللي بتصنع، فده دليل ان هو نادي نادي جماعي بيلعب الكوره الجماعيه اكتر وعنده في الهجوم اكتر من سلاح. يعني 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 باستثناء سيرينو لكن شالويل وهاشم دومينجو ومايلولا الثلاثه برده موجودين في قائمه الهدافين، فبالتالي تقدر تقول انه عناصر كتير خطوره كتير او 6 عناصر موجوده في فريق سان داونز. وبمناسبه الانتقالات، المسؤولين في الهلال السوداني كانوا بيتكلموا برضو من الاخبار الجديده يعني ان هم في طريقهم للتعاقد مع 3 صفقات محترفين اجانب استعدادا طبعا لبطوله دوري الابطال، يعني ما اتقالش الاسماء لكن اتقال ان هم محترفين اجانب وكلهم بيلعبوا دوليين في المنتخبات بتاعتهم، فبرضه في اطار دعم الهلال السوداني اللي هيكون منافس لينا. والهلال عارفين طبعا يعني دايما بصرف النظر عن انه يمكن ما بينافس للامطار الاخيره يعني، ولكن فريق دايما صعب كورته صعبه وملعبه كمان صعب قوي يعني. بالظبط، وهو متصدر الدوري السوداني بفارق 5 بونت عن المريخ، طبعا هو هناك المنافسه دايما بين الهلال والمريخ، لكن الهلال دايما متفوق، دايما حتى متفوق تاريخيا ومتفوق طبعا هناك. فاعتقد مباراه النادي الاهلي مع الهلال بعد التدعيمات اللي احنا ما نعرفش، بس اعتقد ان التدعيمات لان هم اكيد عايزين نفسهم، شايفين المجموعه قويه جدا النادي الاهلي ونادي سان داونز، حتى نادي القطن الكاميروني اعتقد ان هو يعني مش نادي سهل، ان هو نادي برضه ليه تاريخ انه وصل مع النادي الاهلي قبل كده في نهائي افريقيا فاينل. فاعتقد ان مجموعه من اقوى المجموعات اللي موجوده في دوري ابطال افريقيا، فنادي الهلال اعتقد ما قدموش حل ان هو يدي تدعيمات قويه عشان يقدر ينافس ويصعد مع سواء النادي الاهلي او حتى سان داونز بالنسبه له يعني. مظبوط. نروح للقطن. القصه في الكاميرون مختلفه شويه في الدوري، انه الدوري الكاميروني بيتلعب على مجموعتين مش مجموعه واحده، اي وبي، والقطن بيتصدر واحده من المجموعات دي.
طبعا نادي القطن هو واحد من افضل الانديه اللي موجوده في الكاميرون، واحنا بنشوف زي ما قلنا الاسبوع اللي فات انه لو لا ده تراجع عن الصداره في التالي هو لو كان تفوق في المباراه الاخيره كان هو هيتصدر، ولكنه تراجع عن الصداره بسبب التعادل. لكن احنا بنتكلم برضو نادي هو متصدر ونادي رقم واحد في بلده، فاحنا بنتكلم في مجموعه مش سهله بس هي في المتناول. نتائج وفاروق برضو محتاجين نقف معاه، انا بتكلم مؤخرا في اخر خمس مؤخرا مؤخرا النتائج يعني وسنجل. رغم انه في المركز الثاني في مجموعته، ولكن بتتكلم على فريق في اخر خمس ماتشات ما فاز غير مباراه واحده وتعادل في اربع ماتشات. يمكن اللي بيمر بحاله جيده حاليا في المجموعه دي هو نادي سان داونز والنادي الاهلي، نتائجهم ايجابيه في الدوري المحلي، ولكن نادي الهلال ونادي القطن كانت نتائجهم جيده في بدايه الموسم، ونادي الهلال تحديدا بعد تدعيم الصفوف وسد الثغرات هيرجع تاني اعتقد لقوته في بدايه الموسم اللي اظهرها، فهي مجموعه هتكون مجموعه شرسه جدا، يمكن هي فعلا المجموعه الاصعب لحد دلوقتي في كل المجموعات الموجوده في بطوله دوري الابطال. فكره انك انت تلعب كاس عالم وترجع بعد كاس العالم تخش في دوري ابطال افريقيا، فكره ايجابيه يعني حاجه تبسطك تريحك، راجع من مشاركه في كاس عالم ان شاء الله باذن الله قادرين نروح فيها لبعيد، حاله معنويه ان شاء الله تبقى جيده، احتكاك على سكيل اعلى، وبالتالي لما تطلع تنزل من العالي تنزل لمستوى مش تقليل طبعا من بطوله افريقيا، بس بالتالي انت نازل سكيل اقل شويه، فبالتالي ده يبقى يديك افضليه، ولا حجم المنافسه وضغط الماتشات يمثل نوع من انواع الارهاق والتعب واستنزاف المجهود البدني والعصبي، وبالتالي يبقى بيصعب لك مشوارك في دوري الابطال. لا يمكن اي لاعب، اعتقد انه اي لاعب يعني انا لو لاعب او انت لاعب في النادي الاهلي وبتيجي شهرين هتلعب فيهم في اهم بطولتين موجودين، ده لازم قبل الشهرين دول تكون قعدت مع نفسك ورتبت دماغك وافكارك ان انت محتاج في الشهرين دول تقدم افضل ما عندك، لان هم شهرين بيتحدد عليهم الموسم كله. بطوله كاس العالم للانديه فرصه زي ما اتكلمنا في البدايه، فرصه لاي لاعب سواء حتى اللاعب القادم للنادي الاهلي او اللاعب الموجود ان هو يقدم نفسه بشكل جيد جدا في المباريات دي، لانه زي ما قلنا في النادي الاهلي في منافسه في كل مركز، ولما تقدم نفسك في مباريات قويه زي مباراه كاس العالم ودوري ابطال افريقيا اعتقد ان انت بتفرض نفسك وبتفرض نفسك لنهايه الموسم، فهيكون في منافسه في مراكز كتير في النادي الاهلي، واعتقد ان اي لاعب في النادي الاهلي بيتمنى انه الشهر اللي جاي او الشهرين اللي جايين يجوا بفارغ الصبر عشان يقدر يلعب مباريات بقى مباريات قويه فيها احتكاك بلعيبه كبيره، لان ده بيضيف ليك كلاعب كمان داخل الملعب وبيضيف لخبراتك ان انت تخوض مباريات بحجم مباريات كاس العالم للانديه. فاروق شايفها ازاي؟ شايفها حاجه يعني تساعد او تزق عجله الفريق؟ حاجه ايجابيه طبعا، حاجه ايجابيه طبعا، تبتدي كاس عالم ومنه تروح لدوري طبعا. اي لاعب حلم ان هو يلعب كاس عالم الانديه وان انت كمان تلعب بطوله افريقيا، فاعتقد اي لاعب في النادي الاهلي عارف وهو رايح النادي الاهلي سواء لاعب جديد او لاعب حتى من اللعيبه القدامى طبعا، اعتقد عارفين النادي الاهلي دايما كل البطولات اللي بيشارك فيها بينافس عليها، حتى كاس عالم الانديه النادي الاهلي برضه زي ما قلت لك احمد ان هو مش راح تمثيل خالص مشرف، شايف ان حتى بطوله افريقيا طبيعي جدا ان هو حتى تدريبات النادي الاهلي بيعملها عشان يبقى برضه في لعيبه للاجهاد وحتى لضغط المباريات ولضغط البطولات، فالنادي الاهلي ما بنتكلمش في 11 لاعب في الملعب بس، لا بنتكلم في قوام كامل تماما كلهم على قد المسؤوليه سواء في كاس عالم الانديه او حتى في بطوله افريقيا او حتى في بطوله الدوري المصري، تختلف طبعا ليفل من كل بطوله، لكن النادي الاهلي هو النادي الاهلي بلاعبته وحتى جماهيره اللي هو النادي الاهلي عودهم على البطولات وعلى المكسب دايما، وشايف ان هي يعني اي لاعب يتمنى زي ما فاروق قال يتمنى يكون متواجد طبعا في النادي الاهلي بيتواجد في كل البطولات وبطولات كبيره مش بطولات طبعا اللي هي صغيره خالص. مع دخول كهربا او رجوع كهربا مره ثانيه وثلاث صفقات حسمت لغايه دلوقتي وفي الانتظار والبقيه تاتي يعني، واعتقد انه الاهلي يعني فاتح ملف الصفقات، نتكلم على صفقتين او ثلاثه بحد ادنى، تكلم على عدد مش قليل من اللاعبين الاهلي بيجهزهم او هيحاول يستفيد منهم قبل الميركاتو، ازاي تستفيد منهم، ازاي تحضرهم، ازاي يوظفهم مستر كولر في الفتره اللي جايه، وخصوصا انك ما عندكش غير اربع ماتشات والاربع ماتشات مهمين وصعبين في نفس الوقت، بدايه من المصري سموحه ماتش كاس وبالتالي بتزيد صعوبته، وخصوصا مع معاناه سموحه في الفتره الاخيره، يمكن مكسب النهارده يديله الى حد ما دفعه، ماتش الزمالك طبعا حدث ولا حرج، دي بطوله في حد ذاتها، فشايف ازاي دخول الصفقات او الاسماء الجديده
في الفتره اللي جايه يا فاروق. في لعيبه لما بتتعاقد دايما مع لاعب هو في لاعب بيبقى موجود اللي هو امبورتنت للسكواد، اللي هو اللاعب مهم متواجد عشان يلعب على طول باستمرار من بدايه التعاقد معاه، وفي لاعب تاني موجود عشان الروتيشن وان هو يحقق لك يبقى اللي هو السكواد ديبس بلاير اللي هو دايما موجود عشان يخلق منافسه في اكتر من مركز. فالنادي الاهلي في صفقاته اللي اتمها والصفقات اللي جايه في لعيبه هتبقى امبورتنت ان هي تخش دايما من بدايه التعاقد معاها، هتقدر تدخل وتحجز مكانها الاساسي. واحنا بنتكلم هنا طبعا على كريستو اللاعب التونسي اللي موجود، لان هو من الفيديوهات اللي انتشرت هو لاعب اعتقد ان هو جاهز يلعب على طول يعني. لا بس واضح ان هو عنده امكانيات، لا لاعب كويس جدا وعنده امكانيات، مفيش شك طبعا اللي احنا شفناه من كريستو. وحتى الفيرويد اللي هيتعاقد مع النادي الاهلي اعتقد ان هو هيتم التعاقد معاه، لان هو لو تعاقد معاه النهارده ممكن يلعب مباراه المصري بكره. حرف من اسمه ايه؟ يعني اسم كبير ان شاء الله باذن الله. اعتقد زي ما فاروق طبعا ان حتى ان صفقات النادي الاهلي كلها جابها في لعيبه طبعا هتشارك، وفي لعيبه ممكن يعني ان شاء الله ما يحصلش كده، اللعيبه ما تستحملش الضغوطات زي ما كنا بنتكلم. حتى في حسام حسن لعيبه مهاجم كويس جدا، لكن شفناه مع النادي الاهلي ما كانش مفيد تماما، ما كانش موفق يعني، ما كانش موفق. لكن مع نادي سموحه النهارده من اول مباراه بيحرز هدفين وبيكسبهم. فنتمنى ان الصفقات طبعا ان كل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي واللي حتى لسه هيجيبها نتمنى ان هي تفيد النادي الاهلي وتبقى اضافه كبيره جدا، ويبقى في توفيق مهم جدا. التوفيق انا بشوفه انه عامل كبير جدا، ممكن تبقى لعيب كويس ولعيب عندك امكانيات كبيره، حتى كريستو طبعا شفنا الفيديوهات وكل حاجه، لكن ممكن التوفيق ما يحلفوش. فده صحيح. يعني بنتمنى التوفيق طبعا للعيبه دي ان شاء الله باذن الله. ما بين برازيلي، ايفواري، سنغالي، كاميروني، خلي الناس كده تلف حوالين نفسها، لكن في النهايه ان شاء الله يعني كل الاسماء اللي مطروحه او اللي ملفاتها مفتوحه مع النادي الاهلي كلهم الحقيقه بروفايلات لعيبه محترمه جدا. واعتقد ان شاء الله بمجرد حسم الصفقه والاعلان عنها بشكل نهائي ورسمي جماهير النادي الاهلي ستجد ما يرضيها. بشكر فاروق عصام، بشكر احمد مصطفى، شرفتونا ونورتونا، انا سعد بيكم دايما معانا في سادسة. شكرا يا احمد، دايما انا اللي ببقى مبسوط ان انا موجود معاك. حبيبي احمد دايما مبسوط فعلا ان احنا معاك، ويعني نورتوا الدنيا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره في الوطن المصري، خطوه بعد خطوه بيقرب مننا. ومن بعد كاس العالم طبعا عندنا طبعا ديربي مصر اهلي والزمالك قريب جدا، اهلي وسموحه بكره ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للاهلي قدام المصري، ونبتدي الموسم بقى دخلنا في الجد يعني ان شاء الله باذن الله نكون موفقين. ومعاكم هنتابع صفقات الاهلي المتبقيه في الميركاتو الشتوي. بشكركم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه. شكرا لكم.